السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر حزين لكل جماهير نادي الزمالك، وفاة رئيس نادي الزمالك الحالي. من دقايق أعلن نادي الزمالك نعيه وخبر وفاة رئيس نادي الزمالك الحالي المستشار أحمد البكري، وهو عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بعد مرتضى منصور ما مشي. وكانت التفاصيل، طبعا أصيب بفيروس كورونا، ربنا يعافينا ويعافي المصريين. بعد دخوله نادي الزمالك وتولي المهام بتاعته الخاصة بإدارة نادي الزمالك أو رئاسة نادي الزمالك، تم إصابته بفيروس كورونا. بالظبط قعد أسبوع في الحجر الصحي، والنهاردة وفاته المنية. ربنا يرحمه ويرحم موتى المسلمين، ويحفظ كل المصابين ويتعافوا بالسلامة، ويحفظنا من شر فيروس كورونا. وده كان خبر عاجل كنا حابين نعرفه لكم. سلام.